السلام عليكم خوتي نازل اكادير. اليوم الخميس 25 افريل 2019، انا في ذاك الواد اللي بين سيدي يوسف وسوق الحد، واحد الواد عامر بالزبل. رسالتي للساكنه ديال سيدي يوسف، الناس اللي حدا السوق اللي كيجيبوا الدجاج الصباح كيبيعوه في هذا الباركينغ هذا، كيخليو الازبال هنايا والواد كيلوحوا فيه داك الزبل ديال الدجاج وكل شيء. كاين ساكنه اللي بنا شي حاجه كيلوحها في الواد، المهم واحد الواد خانز الناموس، المهم مكرفصه الدنيا. الا خصنا نوجهوا النداء الاول وهو للساكنه ديال سيدي يوسف، ولاد سيدي يوسف عافاكم، الا كاين جمعيات ولا يديروا واحد الحمله النظافه هنايا. ملي كدوي من دويت الصباح عيط لواحد السيد في الجماعه، الله يخليكم اش يمكن لكم ديروا. قال لك اودي اولا ماشي المهمه ديالنا ديال الباسان يدغوليك، هذه الاولى. ثانيا قال لك اودي حنا راه داك الواد غيتغطى، بين ما يتغطى يتزادوا نسميوه، دابا غير النظافه. المهم حسيت انا راه الجمعيه ديال سيدي يوسف يتجمعوا مع الناس ديال الجماعه ونشوفوا شي حل. راه هنا زباله، هذه وحده، النهار غادي يحمل الواد وتجي الشتا هادشي كله غيولي في البحر، معلاش هاد الخدمه المعاوده. دونك شوفوا واحد الحاله ديال هاد الواد كي دايره، والساكنه انا كنعاودها، الساكنه الجمعيات في هاد الواد كله عافاكم اجيو تجمعوا. راه حتى الناس ديال اكادير زعما اللي الاحياء الاخرى مستعده تعاون نديروا واحد الحمله النظافه. على حاله كي دايره هادشي الزبل ديال الدجاج، شوفوا لو ني ديال الواد، يعني التحت ديال الواد البنوات، المهم اللي عنده شي حاجه كيلوحها هنايا. شوفوا الجنبات كي دايرين، اللي عنده شي طرود زبل جلاحو هنايا حشومه. شوفوا هنا هذوك الناس اللي كيديروا قصب السكر، لاحوا كل شيء، لاح الحصاير الكراطن بحال الا زباله، ما كاينش الحاويات ما كاين والو، جيلو هنايا. وعاد هذا الحيط كيشكل خطر، الله يحفظ يطيح شي دري صغير. راه كل شيء هاد الواد شوفوا من لهيه، وحنا غاديين وغادي نمشي للجهه الاخرى وغتشوفوا واحد الحاله اللي عليها هاد الواد حرام. هنا كيتباع الدجاج في هذا الباركينغ في الصباح، ولكن شوف النجاره الريش كل شيء. هادشي انا كنعرف في الاسواق في الخارج ايه بيع، بعد ما كتخلص الضرائب كتجي البلديه من بعد بالماكينه كتغزل هادشي كتجمعو كديه كتحيدو كامل، كيتغسل الارض كتغسل. حاله ديال الازبال وهاد القنطره اللي هنايا، واش هاد اكادير كلها ما فيهاش فنانين شويه الصباغه ونردوا لها واحد الجماليه ديالها، نقيو هاد الواد وهادي التصبغات كي غادي تولي واحد اللوحه فنيه من داك الطراز العالي. هذا نداء للفنانين اللي كيديروا جداريات ولا المتطوعين، المهم ولكن خاص بعدا الزبل يتجمع كامل، كل شيء يتجمع. هاد السيد كيشوي الريوس، المهم مرحاض شو السيد، المهم مرحاض الهواء الطلق. شوفوا معايا هاد القنطره كنت صبغ وتكاد كي غادي تكون مسخه كلها كما هي. دابا غنجيو شوفوا الازبال، ديما الازبال فلا حاله لتحت كي داير حشومه، ظروف غير صحيه فاش كيتشوى هادشي. الريوس ديال الكارو هذا جديد، عندو محل ولا شي حاجه شادشي تشوف الظروف هادي، وديما الزبل وغير الزبل. كنكسرو عليه الملايير، وهنايا زبالة. إلا غيجي عندنا السائح ولا حنا الناس ديال أكادير غندخلو لواحد السوق اللي تخسرت عليه 16 مليار، ومقابل معاه زبالة لا صلاح لا صلاح هاد السوق كاع. تما داك القادوس عاوتاني داكشي اللي فيه، المهم الله يصوب والله يسهل علينا وعليكم. وهذا نداء للمجتمع المدني ديال سيدي يوسف، الناس اجي نديرو واحد الحمله كبيره ويتنقى هادشي، وهاد القنطره اجيو تصبغ وتكاد وشي حاجه ونخرجوا منها لوحه فنيه ديال العظمه، وهاد الازبال ما يبقاوش. السيد اللي دويت معاه ديال الجامعه المهم قال لي بان الباسان يدغوليك وهذا، ولكن الاستعداد ديالو حتى هما يساهموا
راه كاين كيقول لك احنا مستعدين. دونك انا غنمشي لبلاصه هيدروليك وغنشوف كي دايره الامور تما. جيت هنا لوكاله الحوض المائي اللي كتكلف بالويدان الرايه جديده، غندخل تما وغادي نسولهم. خرجت من الوكاله دابا، تلقيت بعدا اولا ملي دخلت لداخل كلشي نقي، الولوجيات ديال الناس ذوي الاعاقات الخاصه كاينين. شفت المرافق الصحيه ما دخلت غير البرومير ايطاج والدوزيام ايطاج من داك الطراز العالي. ملاحظه سته المكاتب اللي طليت عليهم وانا دايز لي كولوار، التصاور ديال صاحب الجلاله تقول دازو في جافيل، يعني مكرفصين، ولكن الباتيمون جديد، كلشي جديد، كلشي زوين. الشباب اللي خدامين هنايا، تلقيت واحد الشاب في الدوزيام ايطاج عطاني جميع المعلومات اللي بغيت، وقالوا لي راه المشكل اللي عندهم هو كيديروا حملات ديال النظافه ديال الويدان بشراكه مع واحد العدد ديال الجمعيات، ولكن ديما في الليل المواطنين كيجيو الكاميونات كيجيو يخوي في الواد ويسلتو جوج الصباح ثلاثه الصباح. قال لك شنو هما ما عندهمش الامكانيات باش يراقبوا كيلومترات ديال الويدان. دونك كتبقى غير التوعيه والناس المواطنه، الناس عفاكم ما تبقاوش تلوحوا في الويدان الزبل، راه كاين مطارح الازبال، بالنسبه للشاحنات، بالنسبه للساكنه كاين الحاويات. المهم عطى الله غير نتكيسوا على دوك الويدان ديالنا.